تزوجتي أكثر من مرة مثل ما قلتي. نعم. لكن ما صار أطفال بهذا الزواج، هل هو قرار أنت اتخذتي لو ما صار نصيب لو شنو صار؟ أي أنا متخذة هذا القرار، يعني أحس نفسي ما مهيئة أن أكون أم، يعني نفسياً ما مهيئة؟ ما أعرف، يعني هيك أخاف أنه أكون أم. أكو أحد من أزواجك حسيتي أنه ممكن يصير أب يعني مناسب لكن ما صارت، خصوصا أنت تزوجتي 7 سنوات يعني فترة طويلة. هو طليقي يعني ما أعرف، هو الإحساس يجيني إني أوكي بعدين أتوقف عنه، ما أعرف أنا خايفة بداخلي إنه أكون أم. هل لأنه عشت طفولة نوعا ما صعبة؟ يعني تقريبا هي مو طفولة وإنما فترة مراهقة كانت صعبة، إنه هي من عمري 16 فما فوق، إنه طفولتي بالعكس كانت كلش حلوة. زين، لكن قرار بإيدك أنت متخذته، ما أجهضتي قبل؟ لا. أوكي.